عندي 18 19 سنة، حسيت ان انا جوايا لا دي حياتي لسه ما خلصتش، حاجات كتير ما عملتهاش كان نفسي اعملها. قررت حاجة من الاتنين، يا ان انا هسيب نفسي في السرير واموت وانا ما حاولتش، يا اما اموت وعلى الاقل انا كنت بحاول اعيش حياتي طبيعي. وقتها قررت ان لا انا لسه معادي ما جاش. انا عرفت ان انا عندي كانسر وانا عندي 18 سنة. الكانسر كان عندي في الغدد الليمفاوية، كان الكانسر عالي وكانت حاجة نادرة وما بتجيش لناس في سني. فأول ما عرفت كانت الصدمة كانت قوية جدا عليا. ابتديت أحس إن عمري بقى ابتدى يقل، يعني عدى تنازلي. فكنت بفكر إن لو في حاجة في الأرض أنا ما عملتهاش قبل ما أموت لازم أفكر أعملها. كتبت الكلام ده لما انا كنت عارف ان خلاص ناقص لي وقت قليل في الحياه، علشان كنت عايز ان انا بعد ما امشي يبقى في حاجه تفكر الناس بيا، فكنت عايز اسيب معاهم ذكرى وكلام. كنت بعد ما ابتديت اخش في مراحل العلاج واخش شويه في الموضوع، اكتشفت ان هو موضوع لو انت عندك قوه اراده وعندك حاجه بتامن بيها قوي ممكن تجتازها. مثبوت علميا ان الحاله النفسيه والرغبه في قهر المرض وحب الحياه والشجاعه في مواجهه المرض ليها تاثير كبير جدا على نسب الشفاء، وبناء عليه الاستسلام للمرض هو من اهم اسباب فشل العلاج. الوجع والالم بيخلي الوقت ابطا سنه. اكتشفت ان في قيمة للحظة، فما ينفعش انت تستهلكها على الفاضي. كنت بستغل كل لحظة، كان عندي وقت اقعد ابص على الحاجات بتأني قوي. بقيت واخد نعمة الحياة ونعمة الصحة. عمري في حياتي ما كنت خايف من الموت. العلاج الكيماوي بيبقى اقوى بكتير من يخليك تخاف من اي حاجة غيره. كان قدامي حاجة من الاتنين، يعني أنا أصدق العلم، يعني أنا أصدق الإيمان اللي جوايا بربنا. ابتديت أؤمن إن ربنا ما بيديش حد حاجة وهو مش قدها، فهو ربنا دايما بيجرب الإنسان ويتوقع الإنسان يصبر أمام التجربة. بعد ما العلاج الكيماوي خلص كان المتوقع ان يطلع المرض تاني، وبعد كده قعد سنه ما بيطلعش، سنتين ما بيطلعش، بس كان كل الناس بيترقبوا وانا الوحيد اللي ما كنتش بترقب، لان انا كنت متاكد ان انا خفيت. You're the rock I stand forevermore. Yes, Lord, I love you. احنا دلوقتي وصلنا لبر الامان، وأهنيك اقدر اقول لك ان احنا الحمد لله انجزنا شفاء كامل. الف مبروك. اتغيرت شويه عن قبل وبعد؟ كبرت جدا. التجربه نفسها كبرتك. الانسان لما بيخش في تجربه زي دي يحس بقى ان هو لازم قدامه بقى مشوار تاني. ساعات الواحد بيفتكر ان المرض ده عادي يعني، لكن لما هو بيخش في تجربه بيفهم ازاي يدي قوه للناس تانية. عشان كده دخلت دلوقتي بتخدم كتير، بتروح للناس دي. أنا بعد ما خفيت من الكانسر قررت إنه ما ينفعش تبقى حياتي زي الأول، لأن أنا جربت يعني إيه واحد يبقى تعبان، ويعني إيه واحد يبقى عارف إنه ممكن يبقى قدامه وقت قليل ويموت. بعمل أغاني وأروح في كذا حتة في مصر، بنعزف وبنغني ونلم فلوس للناس اللي عندها كانسر. كان في بروجكت من البروجكتس اللي إحنا عملناها إن إحنا نعمل سونج لمستشفى السرطان. انا مبسوط قوي ان انا الاقي مستشفى زي كده في مصر. انا ايامي يمكن ما كانش فيه الحاجات دي، بس انا مبسوط قوي ان انا الاقي حاجه زي كده. الناس مبسوطه من العلاج، بيعالجوا اي حد ما عندهمش مشكله. انا وقت العلاج بتاعي كان اصعب من كده شويه.
انت اسمك ايه؟ محمد. توجع؟ هو محمد زي القمر. هتبقى زي تبقى عريض كده زي محمد؟ اهلي عبد الله. هو عربي خلص ولا لك كيمياء ولا لسه؟ هو وجعك اللي هو دي انا مش وجعك. وجعك؟ ازيك؟ عبد الله عبد الله بيضحك على طول، انت مش صاحب عبد الله. طب اخد لفه بالعجله بتاعتك. هو قاعد بيعيط ليه؟ انا كنت ماشي وبعد كده سمعته بيعيط فرجعت تاني. ربنا يخليه لك، ضحكته بالدنيا يعني. عبد الله بيلعب مع كل الناس. انت فظيع انت. اول ما شفت الولاد افتكرت، تأثرت جدا. الولد ده بالذات عنده روح قتاليه كده، بيفكرني نفسي عشان بيضحك على طول وعنده روح عزيمه كده، فانا حاسس ان هو هيبقى كويس. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.